مشاهدينا الكرام إلى كنتم أهلا وسهلا بكم في النشرة الجوية دائما من قناتكم الجزائرية وندى حالة الطقس اللي راح نعرفوها غدا إن شاء الله مع الصبيحة كما رانا نشوفوا أجواء صافية مشمسة خاصة على المناطق الشمالية راح نعرفوا بعض السحب من النوع العالي والمتوسط راح تكون من منطقة تندو في الجنوب الغربي تمتد حتى الغردية وحتى منطقة الواحات إذا سحب من النوع العالي والمتوسط بدون فعالية تجعل السماء ملبدة على هذه المناطق بالنسبة لباقي المناطق الجنوبية كما رانا نشوفوا إذا أجواء صافية و مستقرة بالنسبة لدرجة الحرارة المرتقبة لصبيحة الغد بحول الله إذا الجو بارد كما رانا نشوفوا درجتين تحت صفر من جهة البيض مشرية ونعامة درجة واحدة تحت صفر من جهة الجلفة وتيارة درجتين على كل مدن الأوراس درجة على قسنطينة أربعة على تيزي وزو خمسة على كل المناطق الداخلية الغربية ستة كذلك راح تكون على وهران سبعة في العاصمة وتسعة على كل سواحل الشرقية سبعة كذلك على الواحد ستة على غردية على إليزي سبعة في وسط الصحراء على منطقة بني عباس على واركان و13 في اقصى الجنوب الجزائري بالنسبه للوضعيه الجويه المرتقبه لظهيره الغد مشاهدينا اذا عموما راح تكون بدون تغيير دائما سماء ملبده على الجنوب الغربي من جهه تندوب نعبسة بالبلحة على الصورة وعلى ابواب الصحراء على الاطلس الصحراوي اذا تجعل سماء ملبده على هذه المناطق كذلك تكون بعض السحب على السواحل الوسطى وكذا الشرقيه للبلاد اذا تمتد على طول الشريط الساحلي تجعل سماء ملبده بدون فعاليه وعلى باقي المناطق الشماليه وكذا الجنوبيه اجواء مستقرة مستقرة صافية ومشمسة بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى المرتقبة لظاهرة الغد مشاهدينا إذا كما رانا نشوف 11 درجة كما يقيس على كل مدن الأوراس ترتفع بدرجة واحدة من جهة الجلفة وحتى على البيض مشرية والنعامة وعين الصفراء ترتفع أيضا درجة واحدة من جهة قسنطينة سوق راس وأم البواقي 15 على تيزي وزو على القلعة على كل سواحل الشرقية للبلاد نسجلوا مقياس 17 درجة على العاصمة وضواحيها وحتى على الشلف معسكر غليزان المدية وعلى البوليدة 18 درجة راح تكون على تلمسان 20 درجة على وهران على الجنوب الجزائري كما رانا نشوفوا 24 درجة كمقياس على منطقة الصورة على الواحد من جهة ورقلة حس مسعود وحس بركين 23 في غرداية وحتى على إليزي وعين أميناس 25 راح يكون مقياس من تندوف بن عباس تبلبالا حتى على عين صالح على تيميمون وعلى أناكور 23 درجة على صحراء تنزروف عموما و 29 في أقصى الجنوب الجزائري على برج مختار عين كزام عين أزاوا وعلى تين زواطين بالنسبة للملاحة والصيد البحري إذا البحر, البحر لنهار الغد بحول الله كما رانا شوفوا عموما قليل الاضطراب محليا على طول الشريط الساحلي من مرصى بن مهيدي حتى للقاله سرعه الرياح راح تتراوح ما بين 20 حتى 25 كيلومتر في الساعه وتكون باتجاهات مختلفه على السواحل الجزائريه نختمها مشاهدينا كالعاده بالمعلومات الفلكيه اذا لغدا ان شاء الله الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 شروق والغروب على العاصمه وضواحيها مبقاليا نقولكم شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه والى اللقاء